السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كل جديد. الحلقة دي معانا الشيخ عبد الشافي الداعية الإسلامي. الحلقة دي حلقة قوية جدا، لازم كلكم تركزوا فيها كويس جدا. الشيخ عبد الشافي عبد المنصف حماد خطيب وإمام ومحفظ قرآن كريم وراقي شرعي لحل وفك الحسد والمس والسحر وقاهر الشياطين، وعمل حجامة على السنة النبوية. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، منور الدنيا كلها. ربنا يرضى عليك ورضيك، الحمد لله. أهلا بيك معانا ومنورنا، وإن شاء الله الحلقة النهاردة يستفادوا منها بإذن الناس. الله إن شاء الله. الكل بيسأل وعايزين كده على طول، عشان ما ناخدش من وقت الحلقة، عايزين نسأل حضرتك إزاي نحافظ على صحتنا روحانيا. بإذن الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحافظ على الصحة روحانيا بأمور في الإسلام، أولها الوضوء، المحافظة على الوضوء باستمرار، ما نخليش نفسي من غير وضوء أبدا، حتى النوم يكون على وضوء، عملا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من توضأ وأحسن الوضوء وقال بعد أن فرغ من وضوئه: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، ربنا سبحانه وتعالى بيمحي عنه الذنوب، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ما اجتنبت الكبائر. وربنا بيرسل له ملك، هذا الملك خاص بحراسته، ليه أربع فوائد هذا الملك. ملك خاص بالوضوء بس، الوضوء اتنقض الملك بيسيبك ويمشي. طول ما أنت على وضوء والملك معاك، ليه أربع مهمات هذا الملك بالحفاظ عليك أنت: بيقربك من الخير، ويقرب الخير منك، ويبعدك عن الشر، ويبعد الشر عنك، طول ما انت ماشي على وضوء. مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى بيخلي كل خطوة تخطوها للمكان اللي راح تصلي فيه بتحط عنك سيئة وترفع لك درجة، وتكتب لك درجة. فانت محتاج درجات، لدرجة ان الصلاة المفروضة بتكون نافلة لك في الحسنات، زيادة في حسناتك كمان، لان انت بتمحى من الذنوب خالص، ما اجتنبت الكبائر، والكبائر معروفة. هذا بالنسبة للوضوء فقط. بعد كده بنحافظ على الصلوات الخمس في أوقاتها، والرجال يحافظوا على الصلوات الخمس في المساجد، لأن ربنا قال في القرآن: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فطالما أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى، بتعمر مساجد ربنا، بتعمر بيوت ربنا، ربنا بيحميك. الصلاة لوحدها حماية، حماية من إنها تجيب لك الشيطان، وخصوصا الصلاة في المسجد. فعلا، وخصوصا الصلاه في المسجد. الراجل ما يبقاش راجل بصحته ويصلي في بيته ويقول انا بصلي، الصلاه حمياني. الصلاه بتحمي، بس مع مين؟ مع الانسان اللي مقتنع وفي قلبه خشوع لله سبحانه وتعالى اثناء تاديه الصلاه، وبيحافظ على الصلاه وبيحافظ على وضوء. ده بالنسبه لبدايه كيف تحمي نفسك، او كيف تحفظ نفسك وروحك من اي شيء يؤذيها. ربنا عرفنا الخير والشر وهديناه النجدين. النجدين هو الخير والشر، ربنا عرفهم لك وادك القرآن، نزل لك القرآن عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عرفنا ازاي نقرا في القرآن، وازاي نتكلم بالقرآن، وازاي نعيش بالقرآن، لان القرآن فيه حاجات كتيره جدا جدا تفيدك، كلها مفيده ليك انت. الاوامر مفيده ليك والنواهي مفيده ليك. فانت لو حافظت على هذا، ربنا سبحانه وتعالى بيحميك وبيحرسك من عنده هو بفضله وبمنه، لان الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين امنوا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خذ من القرآن ما شئت لما شئت. اللي انت عايزه من القرآن خذه للي انت عايز تستفيد بيه في حياتك. أي آية، أي سورة عايز تقراها بنية معينة، لأن ربنا قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. النية بتاعتك اللي انت بتقرا بها القرآن، ربنا بيحققها لك بخشوع وخضوع لله، ولا منظرة ولا تعب، ولا ان انت تقول انا بقرا قرآن وخلاص، لا. كده بقى بنرضي الله، وكده بقى بنرضي الله، بنرضي الله سبحانه وتعالى في بداية حياتنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الرسول بيتكلم عليه الصلاة والسلام، فاتبعوني يحببكم الله. عايز ربنا يحبك، اتبع سنة الرسول. كان بيأكل إزاي، كان بيشرب إزاي، كان بينام إزاي، كان بيقرأ إزاي، كان بيصلي إزاي، شوفوا كان بيعمل إيه واعمل زيه. كل ما تعمل زي الرسول وتتقلد بالرسول وتمثل مع الرسول ويكون هو قدوتك، ربنا بيحفظك وبيحميك، ربنا بيحفظك وبيحميك وبيرضى عنك من عنده، ويرضى عنك ويرضيك، لأن انت كل في صلاتك بتصلي وبتدعي ربنا، ربنا بيرضيك، بتقول يا رب، ربنا بيقول انا قريب منك اهو، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاه. بفضل ربنا عليك، ربنا بيستجيب دعاك وقريب منك. ويقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي: انا اقرب الى العبد
من حبل الوريد. يعني القلب، شوف القلب في جسمك فين، حبل الوريد طالع منه، ربنا اقرب لك منه. شوف قلبك وحبل الوريد بتاعك بس عضو من اعضاء الجسم، القلب. هذا القلب فيه اورده طالعه منه، او الوريد ده اللي هو بيضخ الدم للجسم عشان يحركه. الوريد ده مربوط في القلب، ربنا اقرب لك منه. فربنا بيستجيب الدعاء وقريب منك طالما انت قريب من ربنا. من تقرب اليه شبر تقربت اليه زراع، حديث قدس عن رب العزه، من تقرب اليه شبر تقربت اليه زراع، ومن تقرب اليه زراع تقربت منه باع، ومن اتاني يمشي اذا توضأت في بيتك واحسنت الوضوء ومشيت عشان المسجد. شوف ربنا بيعمل ايه، اتاك الله يقابلك هروله، اتيته هروله بقبلك يجري فرحان بيك وبيه به الملائكه. فبالك لما تدخل بيت ربنا، واكرم بيت تدخله هو بيت الله، لان اكرمين هو الله سبحانه وتعالى. فبيمن عليك بالكرم، بالصحه، بالسعاده، بيحفظك، بيحميك، بيحرسك بعينه لا تنام، بيحفظك من كل الشرور. فانت في بيت ربنا، وحقا على المزور. انت لما بيجي لك ضيف بيزورك بتبقى عايز تعمل اي حاجه تكرمه. فربنا شوف بقى، انت لما بتبقى في بيت ربنا اكرم الاكرمين، هو اكرم الاكرمين هيكرمك لما انت طالما انت معمر بيته. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. فامن بربنا وصلي واعبد ربنا وامشي على وضوء، وربنا سبحانه وتعالى بيقابلك بحب وبود، وبيبقى فرحان بيك وبيباهي بيك الملائكه. يا ملائكه هو عايز ايه مني؟ جه المسجد بيصلي وبيدعوني، عاوز ايه مني؟ عايز ادخل الجنه؟ ابشروا ابشروا ابشر ان انا ادخلك الجنه بالبشره ان شاء الله، ربنا يبشرك بالجنه باذن الله. عايز تتغني؟ ربنا بيغنيك. عايز اي شيء في نفسك، ولادك يبقوا صالحين، ادعي ربنا وانت بتصلي، ربنا هيجعلهم صالحين باذن الله، باذن الله، باذن الله. كل امر من عندك لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيستقبله بحب وبود ليك، لان ربنا بيحب خلقه وبيحب عباده. فكل ربنا ما بيحبك، انت حب ربنا وحب عباد ربنا عشان ربنا يزيد حبه ليك. ولو ربنا احبك جعلك من اهل الجنه وحرم عليك النار باذن الله ان شاء الله. يا رب، اللهم امين يا رب. فضل القران بقى، فضل القران حضره الشيخ، القران هذا نزل على رسول الله عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام صلى الله عليه وسلم، علمهن. القرآن أفضال لا تعد ولا تحصى، كل آية فيه فيها أمر خير للإنسان، وكل آية فيه فيها نهي خير للإنسان. إذا أخلصت في قراءة القرآن وخشعت لله، ربنا سبحانه وتعالى بيحميك بكل آية بتقراها. والرسول قال خذ من القرآن ما شئت لما شئت، وربنا قال في القرآن وننزل من القرآن، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة للمؤمنين، القرآن فيه شفاء للناس، القرآن فيه شفاء لما في الصدور، ويشفي صدور قوم المؤمنين. القرآن فيه كل شيء حلو أنت محتاجه موجود في القرآن، بس ما تبعدش نفسك عن القرآن، خلي القرآن ده صديقك. وخير صديق في الوحدة كتاب، وخير الكتب هو القرآن سبحانه وتعالى، خير الكتب كلها، لأن ده دستورنا اللي ربنا ادهولنا، خلقنا وقال لنا معاك اهو القرآن علشان تمشي بيه، تؤتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه، وتنتهي عن نواهيه. إذا أخلص العبد في طاعتي لجعلته عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. الدعاء في القرآن، تكلم الله في القرآن، يا عايز ربنا يكلمك من القرآن، كله في القرآن. خذ من القرآن ما شئت لما شئت، ما تسيبهوش ابدا. القران ده نعمه ونور، نعمه ونور. مستشرق امريكي اتعلم يعني ايه وضوء المسلمين بتعمله، يعني ايه صلاه المسلمين بتصليها، يعني ايه قران المسلمين بتقراه، يعني ايه نبي نزل عليهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، يعني ايه ربنا. فقال رايت ان الوضوء للمسلمين، قال عجبت لامه اسلاميه وضوءها نور، وضوءها نور، وصلاتها نور، وصلاتها نور، ونبيها نور، وقرآنها نور، وربها نور، وهم يبعدون أنفسهم عن النور. شايف نور قدام منك كتير جدا جدا، تحب تمشي فيه ولا تروح تمشي في الظلمة؟ في النور طبعا. امشي في النور بوضوء، بالصلاة، بقراية القرآن، بالطاعة للرسول، وتفعل ما كان يفعله الرسول، تشوف كان بيعمل إيه وتعمل زيه وتتقلد منه وتعلم نفسك منه. كبير أم صغير، علينا كلنا ما نسيبش القرآن، ما نسيبش القرآن، ونخلص لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في حديث قدسي، حديث قدسي، الإخلاص سر من أسراري، أودعته قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه، ولا يطلع عليه شيطان فيفسده. فأنت أخلص في الطاعة وأخلص في قراءة القرآن، وإن شاء الله كل يوم تقرأ خمس آيات اللي ربنا يقدرك عليه. اتقوا الله ما استطعتم. طالما بتتقي ربنا
بقدر استطاعتك تأكد أن ربنا معاك، وكن مع الله يكن الله معك في كل وقت وفي كل حين. ربنا له عين بتحرسك وبتدعو تقول اللهم احرسني بعينك التي لا تنام. ربنا له حافظ اسمه الحافظ بيحفظك، اللهم احفظني بما حفظت به الذكر، لأن ربنا في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا نزل القرآن وحفظه، بتدعي ربنا اللهم بحفظك لأوليائك الصالحين وأنبيائك ورسلك احفظني كما حفظتهم يا رب العالمين. ربنا بيحفظك اسمه الحافظ، اطلب من ربنا كل شيء هيديهولك، وكون قريب من الله ربنا هيكون قريب منك، وما تبعدش نفسك عن ربنا عشان ربنا ما يبعدش نفسه عنك. وكل ما تبعد عن ربنا الشياطين كلها بتتلم عليك، والسحره والكفره والفجره والمشركين كل ده بيتلم عليك من غير انت ما تدرى. بتقول انا ماشي وقعت في الطريق، ما سميتش ربنا، انت بتذكرش ربنا بسم الله الرحمن الرحيم، اتمسيت مس، بس مس مس من الشيطان بيلخبط حياتك كلها. لكن لو انت مؤمن عايزين بقى المس ده مش هيقرب لك، لان انت هتقول بسم الله الرحمن الرحيم وهتحمد ربنا الحمد لله. موضوع المس ده بقى شيخ عبد الشافي، ده موضوع بقى مهم جدا، ناس كتير عماله تسال فيه، ازاي احمي نفسي من مس الشياطين او من مس الجن، احمي روحي ونفسي ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول اول بدايه حمايتك للمس والسحر والجن واي شيء يؤذيك بفضل ربنا، انت من نفسك تحمي نفسك، معاك سلاح ربنا ادهولك وانت مهمله سايبه. الجندي في الميدان معاه السلاح بتاعه بيدافع بيه عن نفسه وعن بلده. انت دافع عن نفسك قدام الشياطين والجن بايه؟ باتصالك بربنا وبقربك من الله سبحانه وتعالى. اعمل لنفسك دايما تسال نفسك كيف ارضي الله عشان ربنا يرضيك. ترضي الله بان انت تكون على اتصال ويقين بالله سبحانه وتعالى ان ربنا هيرضيك. تفعل ما يرضي الله. كلمه بتطلعها من بقك، قبل ما تطلعها من بقك فكر ان انت هتطلع الكلمه دي هترضي ربنا ولا تغضب ربنا. ترضي ربنا قولها، تغضب ربنا لا بلاش تقولها. الفعل اللي عايز تفعله سواء بمد بالايد او بالرجل او المشي او باللقمه عايز تاكلها، فكر الحاجه دي هتبقى حلال ولا حرام، هترضي ربنا ولا تغضب ربنا. هترضي ربنا افعلها، هتغضب ربنا بلاش منها. ليه؟ عشان ربنا يتن حميك وحرسك. المس ده بيجي من ايه؟ ليه طرق متعدده المس ده بيجي ليك؟ بيجي من كتر النظر في المراه، وخصوصا الحريم، النساء البنات ما يقفوش قدام المرايا كتير، وبخاصه في الحمام فيه مرايات كبيره، تبقى عريانه بتستحمى تشوف جسمها في الحمام وتقعد تلعب في جسمها قصاد المرايه، حرام. وهنا في مس بيطلع من المرايه على الجسم، وده شيطان، والشيطان يعيدكم الفقر، وتقول لها بس بص لها اتسرعت، بتبكي، بتقعد خايفه، خلاص معاها بقى. وبعد كده ممكن يتطور الامور معاها ويعاشرها معاشره الازواج. هذا الجن تحمي نفسك منه بالصلاه والطاعه لله، وما تبصش في المرايه كتير، وما تخافش، خلي عندك ايمان بربنا سبحانه وتعالى، وكل فعل تفعله وكل قول تقوله بيكون باراده الله سبحانه وتعالى، وتتاكد ان ربنا هو اللي سامعك وشايفك وحرسك وصينك. وهذا يرضي الله ام لا يرضي الله؟ بيجي المس من الظلام، الظلمه، الظلمه، العتمه. انت في العتمه صحيت من النوم لقيت النور قاطع والدنيا ضلمه، اتخضيت، ممكن هنا مس يمسكك او شيطان، وهنا بيتملك منك، كل ما بتسيبه بيتملك منك. هتعرف ترقي نفسك وتحصن نفسك منه، هنعرفك الطريقه باذن الله. بس الاول انا بنعرف الطرق اللي بيجي منها المس ازاي. ماشي بالليل في طريق، خفت، اتخضيت، مشيت في زرع تحت شجر، لان الجن والشياطين بتستخبى في اي مكان، في اي مكان يطلع لك على صوره جن، على صورة عفريت، على صورة إنسان بس أسود، على صورة تعبان، على صورة كلب، على صورة قط، يبص لك ويبرق لك. وده بيجي من أي شيء أنت بتخلي قلبك ضعيف منه وتتخض منه. لا ما تخافش ولا تتخض. شوف الرسول بيقول عليه الصلاة والسلام إيه؟ لا تغضب، لا تغضب ولك الجنة. بيحميك ربنا سبحانه وتعالى بعدم غضبك، لكن لو غضبت الشيطان بيتملكك. الغضب من الشيطان، ما تغضبش أبدا، وخليك هادي ورزين، وحافظ نفسك بنفسك، واحفظ نفسك بنفسك. السلاح اللي هديهولك تحفظ به نفسك من هذا الجن ومن اي سحر ومن اي مس ومن اي وجع، السلاح ده تركز فيه وتعرفه وتخليه معاك وتعمل به على طول. اللي عايز يحمي نفسه من ربنا سبحانه وتعالى، من عند ربنا سبحانه وتعالى، يحميك باللي انت هتفعله.
أول حاجة تمشي على وضوء، بعد الوضوء تنطق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، وبتروح تتوضأ. بعد ما تتوضأ تروح تصلي ركعتين بنية أن ربنا يحميك ويحرسك ويحافظ عليك ويحفظك. في حاجة بسيطة جدا هنعلمها للعامة والكبار والصغيرين وأي حد يعرفها، سهلة جدا. أولا بتقعد على السجادة اللي صليت عليها الركعتين لله سبحانه وتعالى من غير فريضة، وبتقرك وقدام منك كوباية مية أو درق مية أو إزازة مية، بس تنزع الغطاء من عليها ما يكونش متغطي، وتقرأ سورة الإخلاص، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، 70 مرة. ما معيش سبحة، طب أنا عايزك أنت تقرأ على نفسك علشان تشهد معاك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم. هتيجي إيدك اليمين ربنا ادالك فيها 5 أصابع، كل صبع في 3 عقل، كل الإيد كلها فيها 15، 3 × 5 = 15، يبقى أدي 15 مرة. تيجي تاني صبع من إيدك الشمال أدي 15، تلفها كمان مرة 30، كمان مرة 45، كمان مرة 60، المرة الخامسة 3 صوابع ب9 والعشرة على صبعك الأخير آخر عقلة، تقرأ عليها قل هو الله أحد، أدي 70 مرة. خلصت من 70 دول تبدأ 70 تاني تقول لا إله إلا الله 70 مرة زيهم. خلصت من لا إله إلا الله 70 مرة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 70 مرة. كل ده رقية تحميك من الحسد ومن السحر. رابع مرة بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل 70 مرة زيهم. يبقى أنت عملت 4 70ات، قدام منك مية بتشرب منها أنت وولادك وبيتك وزوجك، أو كنت اللي عملتها الست، أو الست بتاعتك لو أنت الراجل اللي عملت الحاجة دي، أو أنتوا مع بعض. دي بتمنع عنكم الحسد والسحر والمس والجن والشياطين وبتحفظكم. وفي ناس فضل ربنا عليها الحمد لله علمتها لها من 5 6 سنين لحد النهاردة ماشيين عليها، حبوها بيقولوها بيرددوها مرة بالليل ومرة بالنهار. بتحكي لي بتتصل عليا يا عم الشيخ انا بشوف حاجات كتيره جدا، تعابين وكلاب وجايين عليا وهجوم على بيتي، بس فضل ربنا ما بيدخلوش البيت. من يوم ما بدات تقرا الورد ده ومشي عليه. طبعا ده غير اوراد الصباح والمساء، دي ملهاش دعوه بالصلاه والعباده والطاعه، ده ورد واحد لنفسك انت يحمي نفسك من الشيطان والسحر والمس والجن. كل يوم يعني يوميا هتقوله مره ماشي، وفي اي وقت هتقوله بالليل مره وبالنهار مره ماشي، هتقوله بالليل بس ماشي اللي ربنا يقدرك عليه، بس تكون مقتنع ان ربنا معاك. لما بتقرا سوره قل هو الله احد اللي هي سوره الاخلاص، سوره الاخلاص دي فيها اسم الله العظيم الاعظم، فبحق اسم الله العظيم الاعظم هيحفظ كل انسان بيحافظ على هذه الايه. امس كنت مع انسان برضو كان عليه سحر شديد جدا متسلط عليه، فكان يردد وانا بنقرا عليه احد 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 احد، فانا بسم الله ما شاء الله يعني كويس، قال لي انا عايز اقرا صوت الخاص يا عم الشيخ، اراها 10 مرات. وبعدين قال لي انا مغمي الانسان وبنقرا عليه قران وانا قاعد جنب منه، قال لي انا شايف يا عم الشيخ سيدنا بلال جاي بيدافع عني ومعايا وبيحميني من الشياطين والجن والسحر، سيدنا بلال. فربطت الكلمه اللي بيقولها احد احد بما كان يردده سيدنا بلال عليه السلام رضي الله عنه وارضاه. سيدنا بلال كان بيقول احد واحد ساعه ما كانوا الكفار بيعذبوه عشان يترك الدين الاسلامي، وهو مصر على هذا الدين ويقول احد احد، يعذبوه يقلعوه يحط عليه الصخره فوق بطنه وفوق جسمه وهو يقول احد احد. ففكرني بسيدنا بلال. فبعد ما خلصنا الجلسه قلت له انت عارف انت ربنا بعت لك سيدنا بلال بيدافع عنك ليه وانت شايفه قدام منك؟ قال لي ليه؟ عشان تقول هو الله احد؟ قلت له لا، عشان انت كنت بتردد احد احد، وسيدنا بلال اثناء التعذيب كان بيردد احد احد، فربنا بعت لك اقرب انسان لكلمه احد احد يدافع عنك. ووصفه لي بجسمه وشكله ولونه سيدنا بلال عليه رضي الله عنه وارضاه. فانت كل ما بتحب ايه في القران ملائكه هزيلة ربنا بيبعتها لك وبيسخرها لك بتمشي معاك بتبقى حافظاك وصيناك، بتردد الايه وانت ماشي الملائكه معاك، بتقرا القران ملائكه القران معاك، ربنا بيبعت لك ملائكه بتحميك وتحرسك، بتتوضى ملائكه معاك، بترفع عنك الكلمة لله سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة، وبتبعد عنك الكلمة الوحشة وما تنطقهاش خالص، أي كلمة وحشة ولا أي حاجة وحشة ولا أي حد، وما تحطش في دماغك أي حاجة وحشة لحد. فضي دماغك وسرك وبالك من أي إنسان أذاك، وقل وأفوض أمري إلى الله، وقل حسبنا الله ونعم الوكيل، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله،
قل ردد ردد الآيات الحلوة اللي تيجي على لسانك اللي فيها ذكر الله، لأن ربنا قال في القرآن في سورة الرعد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمن قلبك بذكر الله دايما، واشغل نفسك بذكر الله دايما، وما تفكرش ان حد في سحر، في بقى في بهدله، في ناس بتعمل سحر، في ناس بتاذي الناس، لان ربنا قال في القران: وما بكم من نعمه فمن الله، والخير من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من شر فمن انفسكم. اللي يقول اللي ما فيش سحر، ما فيش حاجه اسمها سحر، لا في سحر، وفي ناس بتاذي وفي السحر. الناس مين اللي بعدت عن ربنا، اللي كفرت، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من ذهب الى ساحر او عراف وصدقه فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واللي نزل على سيدنا محمد هو القرآن، القرآن، القرآن. امسكوا القرآن، خليه في شنطتك على طول، راكب مواصلات بينك وبين عملك مسافة نص ساعة وساعة، طلع القرآن واقرأ فيه، راجع من شغلك يقرأ في القرآن، وقت في بيتك يقرأ القرآن. والقرآن يطرد الشيطان، والقرآن قراءته بتجيب ملائكة الرحمن معاك، بتبقى قريب من ربنا. فقرب من ربنا بالقرآن وبالصلاة وبالطاعة، وامشي على وضوء على طول، ما تسيبش الوضوء ابدا، ونام على وضوء. ست، راجل، ولد كبير صغير، كله ينام على الوضوء. ليه؟ الملك اللي ربنا بيبعته الخاص بالوضوء دوت بيجي بيحرسك وانت نايم، ولدرجه ان هو الملك ده بينام بين الجلد واللبس، اللبس اللي انت لابسه الملك بينام تحت بلوبه على جلدك. بيسالوا الملك: ليه بتنام في المكان ده يا ملك الملائكه؟ ليه بتنام في المكان ده؟ قال لك: انا بنام في المكان ده لان انا اصلا جاي للخير، ونقربه له ونقرب منه الخير، ونبعده عن الشر ونبعد الشر عنه. لو حشره صغيره كبيره، اي حشره تيجي تقرصك في جلدك، الملك بيمنحها تقرصك. قدره ربنا سبحانه وتعالى، قدره ربنا سبحانه وتعالى، علشان عايزك تنام في هدوء وفي راحه وفي سكينه، مش عايز لك ازعاج. وده حرص من ربنا وحفظ من ربنا عليك، وحراسه من ربنا عليك، وتكليف من ربنا لهذا الملك عليك. لان الملائكه خلقهم الله من نور، يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم. فخلي الملك معك على طول، عشان دايما أنت تطلب من ربنا يرفع الكلام الطيب لله سبحانه وتعالى، وربنا بيستجيب الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فضلت الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه كان يقول: اللهم وفقني في كذا كذا كذا، ما كانش بيقول يا رب، ما كانش بنادي على ربنا، لان ربنا قريب منك، فيقول: اللهم استجب كذا كذا، اللهم افعل لي كذا كذا، اللهم احقق لي كذا كذا، اللهم نجحني ونجح ابني، اللهم اهدي لي زوجي واهدي لي الى زوجي واهدي لي زوجتي، اللهم اهدي لي اولادي واهدي اولادي الي. وربنا يهدي جميع المسلمين وجميع المصريين، يهديهم لطريق الخير وطريق الصواب وللقران الكريم الذي هو نور. امين يا رب العالمين. نور القران نور. امين يا رب العالمين. ربنا يصلحنا وحاله جميعا ان شاء الله. الشيخ عبد الشافي، احنا بنشكرك جدا على الحلقه الممتعه المفيده، وان شاء الله الكل يستفاد من الكلام ده، وكلام جميل. احنا بنشكرك جدا، وبنتمنى ان حضرتك تبقى معانا حلقه ثانيه، لان احنا عايزين نسمع اكتر ونفهم اكتر، لان ده بيغسل القلب الكلام ده. ربنا يكرمك يا رب. وبنشكر الشيخ عبد الشافي، بنشكرك، بنشكر حضرتك. شكرا موصول لله ولكم ان شاء الله باذن الله. امين يا رب. يا رب، اللهم امين. مع فكرامكم بس كلمتين دعاء لله سبحانه وتعالى لجميع المصريين: اللهم وفقنا جميعا لما فيه الخير، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم انصر المصريين في كل مكان والمسلمين يا رب العالمين، اللهم اصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم، وابعد عنهم كل شر وكل ضر باذنك يا رب العالمين، اللهم احمنا بحماك يا الله، وحرسنا بحراستك يا الله، واحفظنا بحفظك يا الله، وحرسنا بعينك التي لا تنام، ووفقنا جميعا لطاعتك يا الله، واجعلنا جميعا نعمر مساجدك يا الله، يا الله، واجعلنا ممن قلت فيهم: انما يعمر مساجد الله من امن بالله، فاللهم اجعلنا مؤمنين بك، ودافع عنا انك قلت في قرانك الكريم: ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله يدافع عن الذين امنوا، فاللهم دافع عنا، اللهم دافع عنا، وادفع عنا الغلاء والبلاء، وادفع عنا الغلاء والبلاء وسوء القضاء ودرء الشقاء باذن الله باذن الله باذن الله، ويسر لنا امورنا اينما كنا، وحببنا في بعضنا، واملأ قلوبنا بالحب والاخلاص لك انت يا الله وللمسلمين جميعا يا الله، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا ولا في ضمائرنا ولا في صدورنا غلا لاي انسان خلقته انت يا الله، لانك تحب خلقك ونحن نحب خلقك يا الله، يا
يا الله، فحبونا يا الله، واجعلنا من أهل طاعتك ومن أهل مغفرتك ومن أهل جنتك، واحفظنا من جميع الجن ومن جميع شرور الجن وجميع مردة والشياطين وجنود إبليس أجمعين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام واقفين، واحفظنا بالإسلام نائمين، واحفظنا بالإسلام في كل وقت وحين، واحفظنا وحافظ علينا يا رب العالمين. وعلوا مصر، وعلوا مصر وعلماء مصر يا الله، يا الله اجعل جميع علماء مصر في جميع بقاع الدنيا هم سادة العالم يا رب العالمين، في جميع العلوم وفي جميع العلوم التي هي في هذه الحياة، اجعلهم أوائل الناس كلها بإذن الله، بإذن الله، والناس كلها تنظر للمصريين نظرة اعتزاز، وأعزنا بين خلقك يا رب العالمين. يا رب عزيز العالمين. يا عزيز يا عزيز يا رب. عز المصريين كلهم بين خلقك يا رب العالمين يا رب. وارفعنا جميعا درجة في العلم والإيمان، ووفقنا لما فيه رضاك وفيه رضاء الإسلام وفيه رضاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحببنا ببعضنا بإذن الله وبقلوب الحب، وارحمنا وارحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وارحمنا وارحم والدينا وجميع أصحاب الحقوق علينا، وارحمنا رحمة من عندك يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم يا الله. آمين. آمين يا رب العالمين. بنشكر حضرتك يا فندم، بنشكر حضرتك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.